ضروري انت جاي من هنا. سكرنا ابيعك ام ابيع اسومك ام اشري ولا حاسب الموجود لو خافني. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نتحرك مع شوط اخر وهو شوطنا السابع او الثامن عشر في مجموع الاشواط، ويتميز هذا الشوط بالزحمه الكبيره المتواجدة في هذا الشوط. نتمنى السلامة والتوفيق للجميع. نرحل أيضا لنتابع صدارة هذا الشوط ونستلم المركز الأول. المركز الأول عندنا ناصي وسليم بن سالم بن علي الدرعي القادم من ميدان الرقيعات، الغادم من القوع ومناطقها الجميلة، يتقدم الدرعي إلى المركز الأول. أما المركز الثاني، المركز الثاني عندنا الحاكم وعبد الله بن عتيج المقعودي الفلاسي. أما ثالث المراكز، الواصل مساعد بن محمد بن مساعد بن سعيد المنصوري على المركز الثالث. النقلة التالية إلى المركز الرابع، وهناك مغامر محمد بن سعيد بن سالم العمري. أما المركز الخامس، هذا الماهر وتعيب بن محمد بن سالم بن راشد الزرعي. هذه الأسماء المدونة والمسجلة في هذا الشوط والمتقدمة التي نراقبها ونتابعها بكل معداتنا وبالأنظار. نعود مرة ثانية إلى مغامر محمد بن سعيد بن سالم العمري من أول المركز الأول، هذا رقم 19 اللي هو ناصي سليم بن سالم بن علي الدرعي على المركز الأول، على المركز الأول لأن هذه الخناقة هي اللي مغبية علينا الرقم، ما نعرفه 18 أو 19. المركز الثاني، المركز الثاني المقعودي، المقعودي غادم مع الحاكم عبد الله بن عتيج المقعودي الفلاسي. أما المركز الثالث مغامر محمد بن سعيد بن سالم العمري. والمركز الرابع، المركز الرابع كم يا ذياب؟ شوف المركز الرابع، هذا الغادم اللي هو القسام ومايد بن ثاني بن بليشه الفلاسي على المركز الرابع. هذه الاسماء، هذه الاسماء المتحركه، ولكن الصراع، الصراع على مقدمه الشوط بين الفلاسي وبين الدرعي. الدرعي، الدرعي راعي ناصي سليم بن سالم بن علي الدرعي، والمقعودي ايضا يصارع على عبد الله بن عتيج المقعودي الفلاسي اللحظات الاخيره، ولكن الدرعي العصا نايمه في الابطان، العصا نايمه في الابطان الى ان وصل الى خط النهايه. تهانينا او الناموس لسليم بن سالم بن علي الدرعي. الثاني عندك المقعودي، المركز الثالث القسام مايد بن ثاني بن بليشه الفلاسي، وبقية المراكز نتركها عند أعضاء لجنة التحكيم في هذا الشوط المزدحم. تهانينا، تهانينا والناموس لكل الفائزين. والتوقيت الزمني دقيقتين و56 ثانية. تهانينا والناموس.